ماشي ونتابع هاد الحاله التدخل العنيف التطبيق ديالها كيفاش يو يمكن لنا اعاده استاذ بعرض البطيء باش يتمكنوا المشاهدين من الرؤيه وقشاش نستعملوا هاد التدخل هذا في وقت الخطر ملي يكون الانسان مسلح ولا يكون هاد شي حاله شي حاجه حاده وبغى يضرب الشخصيه خصنا حنا نكونوا في تم استعداد اكيد ان هناك عديد من الحركات تقوم بها في الحركات حركه ديال البطن نقدروا نوريو لكم حركه ديال تحيش في السر طيح بنادم يمكن لنا نشوفوا شي وحده هنايا تكون عندك خصم وقت معك هنايا تتهضر معاه او ميم طون تتحرك واحد شويه بحال هكا اما تتشد ديك يديه وتدي لي بحال هكا ياب هادي حركة من حيد فيسك وكاينة حركة أخرى عاوتاني تضربو بحال هكا تضربو بحال هكا تضربو وفي نفس الوقت تيتحرك تدي ليها هادي الحركة الثانية بلا ما تتحيد لها فيسا لا والو وعندنا حركة اللي تيجي يبغي يضربك بالبطن تدير هكا اسمح لي يمكن لك تبقى على ذاك الاستعداد نقربوا المشاهدين من الصور اكثر المهم تن يب تسكيفي عليه اما تضربوا هنا وفي نفس الوقت تدي ليه الكلي الكلي هو هذا صافي هذه الحركة اللي هي تتجلج الخصم ديالك وكنتمنى لكم التوفيق في المجال الإذاعة ديالكم وتحية للمتابعين الصفحة ديالنا على الموقع فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي تشكروا كل المتواصلين معنا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن تنقول لكم شكرا بزاف حيت نتوما مساندينا وعطينا واحد الشحنة إيجابية باش حنا إن شاء الله نسيروا بهذا المركز القدام إن شاء الله وتحية خاصة نتمنى لكم التوفيق وعاش الملك الله الوطن الملك شكرا لكم الله فالغالب لكم